يقول السائل: ما حكم صاحب العذر الذي يتوضأ لكل صلاة في صلاة الضحى والعيد؟ فهل تصلى بوضوء الفجر أم أنه ينتقض وضوءه؟ نعم. ما حكم صاحب العذر الذي يتوضأ لكل صلاة في صلاة الضحى والعيد؟ فهل تصلى بوضوء الفجر أم أنه ينتقض وضوءه؟ إذا كان حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة، إذا أراد الصلاة فريضة أو نافلة فإنه يتوضأ، لأن حالته استثنائية، فيتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء في الصلاة. نعم.